عامل في السنه بتهيألي يعني. أمان يخليك أدن الدور فهو شغلة مش مستاهلة، لكن يعني أنا عملت بيتي وشوف إيش سويت فيه. يعني صممته بالبطاطين، صممته بالستاير، صممته بالظهر الغزانة عشان أعيش في بيتي ولا أعيش في أراضي الناس. كان عندي 3 غرف وكان عندي حمام ومطبخ وصالون، راح المطبخ راح الصالون، الغرفة البنات كله اتدمر، بس أنا سترت حالي بحالي زي ما أنت شايف كيف أنا سترت حالي، والحمد لله هيني بطبخ ومكيف وعايش وكأنه ما في حرب عندي أصلا. بيتنا مكون من 3 ضوابط زي ما انتم شايفين، البيت كله ركام، دمرنا بشكل تام، سياراتنا دمرت، سيارتي كنت شاريها قبل الحرب بشهر زي ما انتم شايفين، ما فرحتش عليها، الله بيعلم كيف انا لميت حقها للسيارة وكل شيء تدمر. والله احنا ثابتين يرجع والله ما يرجع، ثابتين في مكاننا لانه تعبنا من التشريد 7 شهور احنا مشردين ومبهدلين في المخيمات، فاصرينا نرجع على المكان تبعنا على انقاض بيتنا، نعمل خيامنا ونقعد.